اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات الفتاوى لإخواننا الطيبين المشاركين معنا على صفحة البصيرة وعلى يعني حلقة التواصل بيننا وبينه، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا ولهم في الحياة قبل الممات. سؤال أنا أدير إحدى الصفحات على الفيس مع غيري، وأحيانا يعلق بعض من غير المسلمين تعليقات على الصفحة بها إساءة للمسلمين وإلقاء شبهات، فأقوم بحذف هذه التعليقات، فهل فعلي صحيح وهل يلزمني غير ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يعني اجتهادي في هذه المسألة أخي الحبيب أنك إذا استطعت أن ترد على هذه الشبهة ردا قاطعا من كل وجه بحيث لا يكون هناك تعلق لهذه الشبهة، اعرض هذه الشبهة ورد عليها. وإذا كانت هذه الإساءة عرضها فيه مصلحة، مثل بيان سوء الخلق عند هؤلاء القوم وبيان تجرؤهم على المسلمين مما قد يكون سببا من أسباب إثارة المسلمين نحو الاستمساك بالدين، فلعل هذا الوجه يكون طيبا. أما إذا لم تكن هناك نية في هذا الأمر، أو كنت عييا لا تستطيع أن ترد على هذه الشبهة الرد الموصوف آنفا، فلا تعرض أو فلا تعرض هذه المذكورات، والله تعالى أعلى وأعلم. خالي طلق زوجته طلاقا معلقا، وعلقه بفعل زوجته لشيء معين، ثم سئل أو ثم سأل عما عليه فعله إذا أراد أن يسمح لزوجته فعل هذا الشيء، وأنا أعلم أن المسألة مختلف فيها، فقلت لوالدتي أن تخبره أن من العلماء من قال يكفر كفارة يمين، ولا أذكر هل قيدت ذلك بما إذا كان ينوي التهديد أم لم أقيد ذلك، إلى آخر الفتوى. هو صحيح لا بأس بنقل هذه الفتوى، والمقلد ليس عليه أن يجتهد، وإنما عليه أن ينقل فتوى أهل العلم في المسألة. هل هناك فرق بين كلمة الحذاء وبين كلمة النعل وبين الجزمة، أم كلهم بمعنى واحد؟ بالنسبة لكلمة الحذاء، لو نظرنا في المعاجم نجد أن الحذاء بمعنى النعل، ولو نظرنا إلى كلمة النعل نجد أن النعل بمعنى الحذاء، فمعنى ذلك أن الحذاء والنعل كلاهما بمعنى واحد، والمقصود بهما ما يلبس في الرجل ويكون له أسفل، هذا الأسفل يكون غليظا، هذا الأسفل يكون غليظا. فالفارق بين النعل وبين الخف أن الخف ليس له أسفل يكون غليظا، وبالتالي يمكن لهذا الخف أن يجمع وأن يجعل في جيبك أو نحو من ذلك، ولهذا يمكن الخف أن يصنع من الجلد الخالص أو يصنع من القماش أو نحو من ذلك. أما النعل فله أسفل يكون غليظا، وأصل ذلك أن الناس قديما وحديثا كانوا يجعلون النعل في أقدام الخيل، و
نعل الخيل هي القطعة الغليظة من الحديد توضع في أسفل القدم ليستطيع هذا الفرس أن يجري في الأرض دون أن يصاب. وفي الحديث وكنا قد نعلنا خيولنا أي جعلنا النعال في أقدامها، وذلك للجري أو القتال أو الغزو أو نحو من ذلك. فمعنى ذلك أن النعل ما يلبس في الرجل، ولكن له نعل غليظ أو له أسفل غليظ، وهذا الأسفل الغليظ قد يكون من الجلد أو من الكاوتش أو من المطاط أو من الخشب أو ما إلى ذلك. أما الجزمة فليس لها أصل في اللغة، لأن هذه الكلمة ليست بكلمة عربية من حيث المعنى في هذا السياق الدلالي أو في هذا المجال الدلالي. احنا الآن بنتكلم في المجال الدلالي المتعلق بما يلبس في الرجل، فالجزمة بهذا المعنى أو في هذا المجال الدلالي ليس لها أصل في لغة العرب. وذكرت المعاجم أن هذه الكلمة أصلها جزمة، وهذه الكلمة تركية بمعنى النعل الطويلة، يعني اللي بنسميها النعل برقبة، ده أصلها تركي. ثم استعملت حديثا في بلاد مصر والمغرب بالمعنى العرفي الذي نعرفه، وهي الجزمة أو النعل الإفرنجية، النعل الإفرنجية التي نلبسها ونعرفها. فهذا إصلاح أو إصطلاح جديد لم يكن له أصل كما ذكرت. هل الخطأ في الوضوء بدون قصد مع الإتيان بالصواب يبطل الوضوء؟ لا يبطله طالما أن ذلك بغير قصد، كما مثلت لو أن إنسانا غسل يده بدون قصد 4 مرات فإن هذا لا يبطله، أو بغير قصد بدل من أن يمسح رأسه غسل رأسه، ليس في ذلك بأس، فإن الخطأ والجهل لا يفسدان العمل، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك نجاسة سقطت في مكان ويغلب على ظني أو يغلب على ظني ظنا كبيرا أني قد أزلتها بطريقة صحيحة، ولكن لدي شك يسير في أني أزلتها، فليحكم بطهارة المكان أم لا؟ لا يحكم بطهارته، لأن الشك ليس في الطهارة، وإنما الشك في ماذا؟ في النجاسة. هل يجوز للطالب في امتحانات الفقه والحديث والعقيدة وغيرها من امتحانات في الدروس الدينية أن يجتهد وأن يجيب إذا كان لا يعرف الإجابة، أم يترك مكان الإجابة خاليا إذا كان لا يعرف الإجابة؟ والله إذا كنت تعلم فاكتب، يعني حديث وقيل لك أكمل هذا الحديث، أتكذب على رسول الله؟ سبحان الله. فإذا كنت تعرف بقية الحديث فأكتب، أما إذا كنت لا تعرف بقية الحديث فلا تكتب، لأن هذا يكون باب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في امتحان الفقه إذا قيل لك بين حكم الشرع في مسألة كذا وكذا وكذا وأنت لا تدري، فإذا تكلمت كنت قد أفتيت في دين الله بغير علم، وهذا لا يجوز. والحديث ما صحته وأنت تجهل، فإذا كنت جاهلا الشيء فلا تتكلم عنه، دع ما تجهل وقل الله تعالى أعلى وأعلم، فالأولى لك أن تترك مكان الإجابة خاليا حتى ولو قل تقديرك وقلت درجتك. هل معنى أن الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أم إن معنى الصحة خلو إسناده ومتنه من العلة؟ الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فمسألة خلو الحديث أو إسناد ومتن من العلة هذه أحد شروط الصحة، لكن ليس هذا هو الشرط الوحيد للصحة. بالنسبة لموضوع الحكم بغير ما أنزل الله، ما هي الحجة التي ينبغي أن تقام على الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم تماما أبعاد القضية، وماذا يحكم وبماذا يحكم؟
القاضي درس هذا القانون في الجامعة، ثم حضر الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، وها هو يتضلع في القضية ويدرسها، ثم ينطق بما لم يأمر ربنا تعالى به. وهذه السلطة المخولة له هي سلطة معطاة له من قبل الحاكم، الذي يعي تماما ما هي طبيعة القوانين وكيف فصلت واستنادا إلى ماذا إلى آخره. أفلا يكفي كل هذا كي تقام الحجة على ما لم على من لم يحكم بغير ما أنزل الله أم ماذا؟ بالنسبة للسلطة المفوضة للقاضي للحكم في القضايا، هذه السلطة لم تفوض له من قبل الحاكم، وإنما فوضت له من قبل الدستور، والدستور هو الذي قام على صياغة القضايا التي يحكم فيها والقوانين التي يستند إليها القاضي. هذه مسألة، وبالتالي لا ينبغي أن نحمل الحاكم جريرة ما يحدث في هذه المحاكم باعتبار أنه الذي خول للقاضي هذه السلطة. هذا أولا. ثانيا، أنه ليس كل قاضي يحكم بغير ما أنزل الله يكون بذلك كافرا، فلعله يكون متأولا تأويلا ما، أو لعله يكون جاهلا في هذه المسألة، فلابد للمسألة أن ينظر إليها. نعم، من حيث الجملة ومن حيث العموم، من لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكن لابد عند الحكم على الأعيان أن ننظر في حال هذا المعين، فلعل قاطعا أو مانعا منعه من ذلك الأمر. بعض القضاة قد يكون لهم تأويل في هذا الأمر، يعلم أن حكم الله تعالى كذا وهو أفضل، ولكن إذا ترك هذه القضية والنظر فيها، ربما أتى قاضي ليحكم فيها بحكم أفسد من حكمه، فهذه مسألة ينظر فيها باعتبار المصالح، وهذا باب طويل والتدقيق فيه يحتاج إلى تأمل. وخلاصة القول أننا نثبت أصل هذه المسألة، فنقول أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لا سيما إذا كان معتقدا أن حكمه مساو لحكم الله أو أفضل لحكم الله، أو يسعه أن يخرج عن حكم الله عز وجل. أما إذا كان يعتقد أن حكم الله تعالى أفضل وأسد وأعم في المصلحة للبشر من حكم البشر، ثم اعتراه جهل أو تأويل لأي سبب من الأسباب، فهذا لا يكون كافرا، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للاستعاذة والبسملة، هل شرط قراءتها عند كل ركعة في الصلاة أم يكتفى بها في الركعة الأولى للصلاة؟ هذه المسألة فيها نزاع، ولو استطاع الإنسان أن يقرأها في كل قراءة للقرآن فليفعل ذلك. أسماء سور القرآن وترتيبها ماذا عنها؟ الظاهر أن هذه الأسماء كانت موجودة زمن الصحابة، وسماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآيات يقول: اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وحديث عبد الله عندما صلى السبع الطوال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صليت خلفه فافتتح بالبقرة فقرأ 100 آية، فقلت: يركع، فتجاوزها، ثم قرأ آل عمران، ثم تجاوزها فقرأ المائدة، ثم تجاوزها فقرأ النساء، الحديث المشهور. فمعنى ذلك أن تسمية هذه السور كانت موجودة، فمن ذا الذي سماها؟ لم يسميها إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فترتيب سور القرآن هذا توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تسمية السور توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويدل على هذا أن قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن، عرض ذلك مرتين، وكان قبل يعرض عليه القرآن مرة واحدة، أفعرضه غير مرتب وإنما عرضه مرتبا؟ حكم استعمال كهرباء المصلحة الحكومية التي أعمل بها في عمل مشروبات أو ما شابه، لا بأس وتصدق،
لا بأس وتصدق، يعني لا بأس أن تعمل مشروبات ساخنة في المصلحة، وهذه المصلحة إذا احتاجت مثلا حنفية مياه أو مصباح كهرباء تقوم بذلك الأمر. فلعل ما تنفقه على المصباح والحنفية وبعض المرتفقات بالمصلحة يكون أعلى بكثير مما استفدته من الكهرباء والماء الموجود فيها. وأيضا المزروعات التي تزرع، رب فراش يعمل في مسجد والمسجد به حديقة مهملة، فلو أنه زرع هذه الحديقة المهملة ببعض ما يستفاد منه من جرجير وشبت وغير ذلك وفلفل وبرنجان لا بأس يستفيد ويعطي للمحتاجين أو يتصدق. هناك نحن نعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد حولنا من يقول بأن علماءنا ضالين ومضلين، وخصوصا الشيخ أبو إسحاق والشيخ حسان، كيف التعامل معهم؟ أنا أرى ألا نفتح حوارات في مثل هذه المسائل أصلا، فهؤلاء القوم يحبون أن يتكلموا كثيرا، وينبغي لنا أن نترك الكلام إلا إذا كان الكلام فيه مصلحة. ويا ليتهم فوقوا سهامهم وشرعوا رماحهم على المبتدعين الأصليين والقبوريين المجرمين والذين يفتون الناس بالضلالة والإثم والعدوان، يا ليتهم فعلوا ذلك. فغاية الأمر أن هؤلاء من المشايخ إما أن يكونوا في خير محض، وإما أن يكون الخير الذي هم فيه قد أصابه دخن، ولكن هم على الخير بإذن الله تبارك وتعالى، فهم أفضل من الذين هم على البدعة أصلا وجندوا حياتهم لمحاربة السنة، وهؤلاء معروفون معلومون، فلماذا لا يتكلمون عنهم ولماذا لا يحذرون منهم وهم مشهورون ويتكلمون في الفضائيات ولهم جمهور عريض؟ فإذا كانوا حريصين على الأمة ويخافون على عقيدة الأمة، فلماذا لا يحذرون الناس من أمثال هؤلاء الذين يريدون ضرب الثوابت العقائدية عند الأمة، يشككون في البخاري وفي مسلم، ويشككون في عذاب القبر، بل ويشككون في الموت، ويشككون في المسيح الدجال، وبعضهم يشكك في القرآن الكريم، وبعضهم يتجرأ على مقام الصحابة. هل تجرأوا عليهم؟ هل ناقشوهم؟ هل تكلموا عنهم؟ هل حذروا منهم؟ أم إنهم يتخصصون في الرد على هؤلاء؟ ثم إنهم بعد ذلك يقولون ليس في مصر علماء. إلى الله تعالى المشتكى. هؤلاء القوم ومن كان على نهجهم وسلك سبيلهم لا يلتفت إلى قولهم، لا يناقشون ولا يفتح معهم حديث، ونصبر على أذاهم إن أذونا، والحمد لله رب العالمين. أقوم بعمل مرتبات بمصلحة حكومية، وتقوم بخص مبلغ من كل موظف وهو حصة الحكومة في التأمينات، فهل عمل فيه إثم؟ وهل الاشتراك بالتأمين الصحي الحكومي فيه شيء؟ التأمين الصحي الحكومي هذا أمر من مصوغات التعيين، وأمر لا يستطيع إنسان أن يخرج منه، فعملك في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم ليس به مضرة وليس به بأس. زوجي بارك الله فيه وحفظه الله نعم الأزواج، شاب ملتزم لا يقول إلا كلمة الحق ويسعى لرضا الله، لكن ابتلاه الله بالإرهاق أو الفتور، وهو يعبر عن حالته بالإرهاق المزمن، يرى ألا يذهب للمسجد ويصلي في البيت ويبتعد عن كل ما هو مرهق ومتعب، دائما يأخذ بالرخص كالجمع في الصلاة. أنا أحسن الظن به ولكن لا أعلم إن كان فعله صحيحا، وهل أسنده في رأيه أم لا؟ لا تسنده في رأيه، وشجعيه ويعني قوي من عزمه، وكوني امرأة قوية بجواره، لأنك إذا يعني كنت عيية أمامه ولم تقومي بدورك في دعوته إلى الله عز وجل ودفعه إلى الخيرات، ربما يسفل ويسفل ويسفل ثم يأخذ بك فتسفلين معه. فأنت عندما تقفين بجواره
وتدفعينه إلى الخير دفعا، أنت في الحقيقة تحافظين على نفسك، وأيضا أنت تحافظين على بيتك وتحافظين على أولادك. لقد وصل الأمر بزوجي أنه لا يعمل، وأن يظل في الفراش لحد يعني لدرجة أن يشعر بالراحة ولا يقوم بأي أشياء جانبية، لأنه يشعر أن العمل هو الأساس. لا يمكن للأسف طلب العلم ولا أي شيء من الطاعات، علما أنه حريص على أن يؤديها، ويشعر أن من واجبه الاسترزاق لأهل بيته قبل كل شيء. لا بأس الإنسان أن يجمع بين الخيرات، أن يطلب العلم ما استطاع، فإن قصر عن ذلك الأمر فلا يقصر أبدا في الإتيان بالواجبات الشرعية، وإن استطاع أن يجمع مع هذه الواجبات الشرعية الإتيان بالنوافل والمندوبات فهذا باب كبير من أبواب الحسنات لا يفرط. فإن قصر عن ذلك كما قلت لا يخسر أبدا عن إتيان الواجبات، لكن أن يقصر عن إتيان الواجبات هذا مدعاه للوقوع في المنكرات، ومن ثم حلول غضب ربنا سبحانه. كوني بجواره وادفعيه إلى الخير وأعينيه عليه. أخت ملتزمة بنص كلامها بطلت تسمع أغاني من فترة كبيرة، إلا هذه الأيام ممكن تسمع أغنية. المشكلة أنها لم تعد تشعر بذنب ما تفعله، حتى عندما تشغل الأغاني في مكان عام لا تنكرها بقلبها. تعمل إيه؟ هي خايفة الموضوع يتطور وترجع لحاجات تابت عنها وتقع في المعاصي، مع العلم أنها بتحاول ترجع للقرآن والقيام. الله المستعان. عليك أختي بالصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هذه نعمة عظيمة من أعظم النعم. هذه الصحبة ستعينك إن شاء الله على نفسك، وستشغل وقتك بما يكون فيه رضا لله سبحانه وتعالى. ولابد لك أن تجتهدي، قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمرء يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فاحذري أن تموتي وأنت تسمعين الغناء، أو أن تموتي وأنت تتلبسين بمعصية، فعندما تبعثين تكون الفضيحة عظيمة. وأعظم الفضائح أن الله تبارك وتعالى ينظر إليك وأنت تتلبسين بهذه المعصية، فالله الله تعالى في نفسك، والله تعالى أسأل أن يوفقك وأن يسدد. حكم اللعب بالسيجة والشطرنج، لا سيما إذا كانت النية لتحسين الذهن وتطور الذكاء. بالنسبة للسيجة لا فيها ذكاء ولا تطور ذهن ولا نشاط ولا أي شيء، وكنا نلعبها نحن صغار يعني على حافة الجسر في الأرض، وأهل المدن لا يعرفون لعبة السيجة. أما بالنسبة للحكم الشرعي في السيجة ليس فيها بأس، ليس فيها بأس، ليس فيها حرمة. أما الشطرنج ففيه كلام، وهناك بعض الآثار المروية، وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل نقولات أهل العلم وانتهى إلى حرمة اللعب بالشطرنج. أرجو معرفة صحة حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وبعض المتخصصين في علم الحديث انتهى إلى أنه لا أصل له. وهناك ألفاظ أتت من أراد العلم فعليه بالقرآن الخبر، وهذا الحديث ذكره سعيد منصور في سننه والإمام البيهقي في شعب الإيمان، ولكنه أيضا ضعيف. نريد أن نعرف دور الشباب في هذه الفترة العصيبة. الواحد بيفور دمه وبيغضب لما يعرف خبر في مصر أو من برا مصر، ويشعر بالعجز وعدم القدرة على فعل شيء. نريد أن ندافع به، نريد أن ندافع عن الدين وعن البلد، وبعدين ننشغل بأمور الحياة والدنيا. الواحد حاسس أنه منافق بصراحة. أبدا، لابد لكل إنسان أن يجتهد في باب هذا الباب يتقرب به إلى الله. لابد، أبواب الجنة عديدة، وهناك من يدخل الجنة من باب دون باب، وقل أن نجد أحدا يدخل الجنة من الأبواب جميعا. فأخي الحبيب انظر إلى
أمر تطيع به ربك واجتهد فيه وعل كعبك فيه وانشغل بما ينفعك، لعل ما اجتهدت فيه من هذا الباب يكون سببا في دخولك الجنة. لقد كان حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه لا يقوى على المجالدة والقتال بالسيف، ومع ذلك كان شاعر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أهجهم وروح القدس معك. أكان أيه عن الجهاد والقتال والمصاككة بالسيف دلالة على عدم أهليته؟ نعم، هو يتكلم، ولكن وظف هذا الكلام لخدمة الإسلام ونصرة المسلمين. حتى عندما خاض في مسألة الإفك قالت عائشة مبرئة إياه، مبينة أن حسنته عظيمة بذكرها أنه قال: فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أو كما قالت. فاجتهد فيما ينفعك، وعليك بأمر تجتهد فيه وتجعله قربة لك عند الله سبحانه وتعالى. أنا شاب أعتبر نفسي ملتزما، وقمت بخطبة فتاة لدينها وخلقها، وبعد خطبتها بشهر أعجبت بفتاة أخرى غيرها، وحسيت أن هي دي اللي كنت بدور عليها. وصل بي الحال لحد العشق لتلك الفتاة. أقف عند هذا القدر أخي الحبيب، لماذا؟ يعني الإنسان يعشق شيئا يعرفه، لكن تعشق شيئا أنت تجهله، هذا دلالة على أن التقييم الحقيقي لك فيه خلل. تعشق الصورة، هذا خلل موجود في القلب وموجود في العقل. لكن الإنسان إذا أراد أن يعشق، يعشق شيئا هو يعلمه، لأن العشق حتى هذه الكلمة كلمة ينبغي أن يعني نتركها، لأن لها مجال، وهذا المجال يعني فيه كلام، إلا يعني هذا المجال فيه كلام. ومعنى كلمة العشق عند الذين يقولون هذه الكلمة سواء من الصوفية أو من أرباب الملذات، معناها هيام القلب في المحبوب، هيام القلب في المحبوب، أن القلب لا يكون في قلبه إلا ذكر المحبوب. ولذلك الصوفية، وهذا الكلام غير صحيح ويحتاج إلى تأمل، يرون جواز عشق الله عز وجل، يقول لك احنا بنعشق ربنا. هذا الكلام لا يجوز، لأن هذه الكلمة تحتاج إلى نظر طويل وطويل. فقولك أنك خطبت فتاة ثم بعد ذلك نظرت إلى فتاة فعشقتها، لماذا؟ ما الذي اطلعت عليه من هذه الفتاة حتى تعشق هذا العشق لدرجة أنك تفكر أنك تريد ترك خطبة الفتاة الأولى؟ ماذا أفعل؟ هل أترك مخطوبتي وأذهب لخطبتها؟ لو فعلت ذلك ربما تجد هناك فتاة أجمل منها، فيذهب قلبك إلى الفتاة الثالثة وتهيم بها، فتقول أترك خطبة الثانية للثالثة. فإذا خطبت الثالثة ربما رأيت رابعة أجمل من الثالثة، وربما وجدت خامسة أجمل من. لا، لابد أن يكون لك معيار للاختيار، ولا ينبغي أبدا أن يكون معيار الاختيار هو الجمال، لا ينبغي أبدا. معيار الجمال هو آخر معيار يفكر فيه الشاب العاقل. لماذا؟ لأن المعايير لابد أن ينتفع بها الشخص، وأن ينتفع بها الولد، وأن تنتفع بها الأمة. فمعيار الدين ينتفع به الشخص، وينتفع به الولد، وتنتفع به الأمة. ومعيار الحسب والنسب ينتفع به الشخص، وينتفع به الولد، وتنتفع به الأمة. ومعيار المال ينتفع به الشخص والولد والأمة. أما معيار الجمال فلا ينتفع به إلا شخص واحد، ومن؟ وهو الزوج. ثم إن هذا المعيار، معيار الجمال، نسبي. وثالثا هذا المعيار ربما يختلف، وربما يفوت، وربما يذهب. فإذا جعلت معيار الجمال والمعيار الأساسي لتحريك القلب نحو المطلوب لم تهدأ في حياتك. وأنا أعلم بعض الشباب كانوا قبل الزواج لا ينظرون إلى النساء إلا قليلا، فلما تزوجوا
صاروا مفتونين بالنساء. لماذا؟ لأنه لم يحسن معيار الاختيار ولم يجعل قلبه متوحدا للتوجه إلى المطلوب الصحيح. فأنا أنصح أخي الحبيب ألا يترك مخطوبته الأولى، وأن يقاوم نفسه، وأن يجتهد حتى ما بها من مرض ومن تعب يصبر على ذلك الأمر، لعل الله تعالى أن يبدله خيرا وأن يوفقه للخير إن شاء الله. الطلاق في حال العصبية الشديدة، لو قال في حال عصبية شديدة حقيقة لزوجتي أن تطالق، فالذي أميل إليه، طبعا مذهب الجمهور أن زوجتي تطلق منه، ولكن الذي أميل إليه أن هذا لا يكون طلاقا، أن هذا لا يكون طلاقا. هل ما يحدث في مصر بعيد عن المسميات يكون فتنة؟ يعني تقييم أنه فتنة، وعدم الخوض فيها أوفق وأفضل، والانشغال فيما ينفع أفضل وأسد. أنا بحب القطط، هل يجوز أني أشتري قطة من محل بيعملها وحش وبتكون مريضة عنده وديها الواحد تاني يعالجها؟ هي المشكلة أن معظم محلات القطط والكلاب يعاملون القطط والكلاب أسوأ معاملة. يعني هو محل، هذا المحل يبيع القطط والكلاب، هل نظن أن صاحب المحل يأتي بطبيب بيطري كل يوم يكشف على القطط والكلاب؟ أبدا، لا يفعل ذلك. فلو إن هذا الأخ اشترى هذه القطة من هذا المحل رحمة بها ليدفعها إلى من يرحمها، سمطلوب منه أن يمشي على كل المحلات ليرى ما شكلة ذلك الأمر. أنا ظني أن هذا الأمر يعني ليست قطة واحدة، ولكن هذه سمة الذين يبيعون القطط والكلاب. ثم هناك من المسلمين من يكون حاله أسوأ من هذه القطط، فلو أن الإنسان اجتهد في إذهاب ماله للمحتاجين من المسلمين من الفقراء والمساكين لذلك أولى. وهذا الأخ الكريم صاحب القلب الرقيق لو ذهب إلى مستشفى الجامعة لوجد أن هناك أناس لعل القطط المسكينة هذه أفضل منهم بكثير، والله المستعان. هنا في السعودية عند استخراج الإقامة يتم عمل تأمين طبي على إحدى شركات التأمين، وأنا أستخدم هذا التأمين في الكشف في أحد المستوصفات المتعاقدة مع شركة التأمين، وهذا إجباري لاستخراج الإقامة، وأقوم بدفع مبالغ رمزية. إلى آخر السؤال، ما حكم هذا الأمر أي استخدام التأمين الإجباري؟ هذا تأمين إجباري، إذا لم تفعل ذلك ليست هناك إقامة وأنت محتاج الإقامة، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أحب الالتزام حبا كثيرا، وأحب كل من له سمت الالتزام وكل من يتكلم في الدين والقرآن، وأحب أسمع أهل العلم بشدة، ولا أسمع إلا ما يرضي ربي ما استطعت، ولكني كسولة جدا جدا عن الطاعات، وهذا شيء يؤلمني كثيرا، يكاد يكون كل أنا لا أدري ما بعد ذلك. أنا محتاجة أحد يدلني ماذا أفعل لتزيد عبادتي وأحبها بشدة، ولكني مقصرة أو مقتصرة على الفرائض، ماذا أفعل؟ أنصح دائما بلزوم الصحبة الصالحة، لو هذه الأخت الفاضلة لها صحبة صالحة مجدة طيعة لا أعانتها بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل تعالى أن يرزقها صحبة صالحة تعينها على الخير. أنا مصر أعيش في السعودية، بحب فعل الخير وسعادة الفقراء، فعندما أرى فقيرا في الشارع أو عند المسجد تلقائيا كنت أضع يدي في جيبي وأخرج شيء للمساعدة، ولكن بعد أن أتيت إلى هنا وجدت الشحادة مهنة يمتهنها الناس خصوصا السيدات مع الأطفال وهم كثر عند كل مسجد وإشارة مرور، والرجال يطلبون المساعدة ولكن داخل المسجد بعد التسليم من الصلاة يقف وينظر المصلين ويطلب مساعدة ثم يذهب ويجلس عند الباب لأخذ الأموال. فمع الوقت وإدراكي أن هذه مهنة ليست مساعدة فقير وجدت نفسي لا أضع يدي في جيبي ثانية ولا أعطي أحدا ريالا واحدا، وأقول نفسي أنا بشتغل لجلب هذا المال وهم يعملون لأخذ هذا المال، فقسى قلبي عليهم
فهل الشيطان وجد مدخلا لقلبي؟ وما حكم الشحاتة؟ وما التفسير الصحيح لقول الله عز وجل وأما السائلة فلا تنهر إلى آخره. هو قول مولى يقول المولى سبحانه وتعالى وأما السائلة فلا تنهر، أي الذي يسألك ويعمدك بالسؤال فوجدته محتاجا لا تنهره بل اعطه. والغالب أن هؤلاء القوم أهل يسار ليسوا بالفقراء الذين يسألون يمشون في الطرقات والمجامع، ليسوا فقراء، وهذا الأمر أنا أعرفه تماما. ولو يعني أقول على شخصي لو جمعت أخبار الشحاتين والنصابين في مصر لا جمعت ذلك في سفر كبير يتجاوز المئات من الصفحات. فأنا رأيي أنك إذا لم تعطيهم شيئا ولكن وضعت يدك في جيبك كل شهر لتجعل قسطا من المال للمحتاجين الحقيقيين فهذا خير وبركة. وعندنا الحمد لله مؤسسة الإصلاح، يمكن أن تتواصل معنا لنأخذ من مالك ما تحب لنعطيه لمن يحب ربنا عز وجل أن نعطيه له. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.